استاذ خالد دلوقتي بيجري معاك الاحصائيات كتير قوي، ان شاء الله لينا حلقات كتيره باذن الله. باذن الله طبعا يا كابتن جمال، يعني ان شاء الله نكون مع بعض. واخيرا طبعا نادي الزمالك النهارده بنقول له هارد لك برضو التعادل مع فريق طنطا. اعتقد الزمالك فقد نقطتين مهمين، اكيد كان في برضو يعني ظلم تحكيمي شويه من كابتن محمود بسيوني حكم اللقاء، لكن بنقول دايما هي اخطاء غير متعمده. بنطالب مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور الهدوء، ومش عايزين تصريحات انفعاليه بحته الانسحاب دي. ان شاء الله الزمالك يكمل، وبنناشد اتحاد الكره ان مستوى التحكيم لازم يكون افضل خلال الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اسيبكم دلوقتي مع التقرير، نورتنا. شكرا كابتن جمال. اسيبكم مع تقارير انطلاق الدوره السادسه في الدوري السعودي، وبعد التقرير مع الزميل الجميل تامر نصر.